هذه القضية كلفت الهلال فترتين تسجيل الآن القرار النهائي و20 مليون ريال. كان بحاجة إدارة الهلال أو الهلال أن يدخل في هذه المعضلة والمشكلة الحالية؟ لا شوف يعني إذا تيجي تبغى تاخذها مثلا التنافس والأشياء الكثيرة أقول لك لا ما أتكلم عن تنافس، أتكلم عن الهلال تحديدا. أنا أقول لك الهلال مثلا إيش الآن كأنه بقي في الهلال له مميزات عقد أكيد متفق عليها الآن، وفي 20 مليون وفي فترتين تسجيل، هل كان الهلال بحاجة لكل هذا؟ أم كان بإمكانه تجنب الدخول في هذه المشكلة، إما بالتجديد اللي كانه وإقناعه قبل فترة الحرة، أو عدم التوقيع مع كانه بعد توقيع على النصر؟ لا أنا أقول لك الخطأ اللي ارتكبته إدارة الهلال من خطأ فعلا الفادح تماما، أنك تخلي اللاعب يوصل لين الفترة الحرة. التوقيع بعد ذلك مع كانه أعتقد وانا الان اقول لك اياها، انا اشوف القضيه الان ما في حد كاسب، لا النصر كاسب ولا الهلال كاسب. يعني الان وانت تشوف القضيه تعتقد انه النصر كاسب. النصر رجع 7 مليون ونص كان دافعها، هو المبلغ 12 مليون اللي راح يستفيده النصر. راح يكون تضامن تعطيل الهلال فترتين تسجيل. خليني اقول لك اقول لك انا شيء، الفريق الهلالي احنا تكلمنا قبل حتى يصدر القرار قبل امس وجميعنا تكلمنا انه مع الهلال ما هو فارق فترتين تسجيل. على المجموعة الحالية يقدر يوصل لين الفترة الشتوية ويعديها وهو مرتاح بهالمجموعة الحالية وفعلا المجموعة الذهبية. لكن ليش أنا أقول لك أنه ما حد كسب؟ أنت لما تجي تاخذ كنو من الهلال، طبعا هي صفقة مميزة للنصر، مميزة. تعرف لما نقول مباراة بست نقاط، هذه كنو كان مباراة بست نقاط. أنا أخذ لاعب مميز من الهلال أقوي فريقي وأضعف منافسي. جدا كانت هذه فعلا ضربة للقاضية. الهلال حاول بعد ذلك أنه يخفف من هالخسارة المؤلمة اللي بتصير، اللي يقوى منافسك وانت تخسر لاعب بهالحجم. ايش سوى؟ قال لك خليني أروح الاتجاه الآخر رغم اللي فيه من مخاطر. خسر 12 مليون حيدفعها هو اللاعب بالتضامن، وخسر فترتين. ممكن الهلال يعتقدون أنه هالشيء أخف من إضعافي وتقوية النصر بهاللاعب، لكن تفاصيل القضية أنا ما أعرفها. لأنه ليش فترة التسجيل دي الثنتين في البداية ما أعتقد أنه الهلاليين كانوا يتوقعونها،